معا بروح رياضية. مشاهدي اوريزون تي في، مرحبا بكم معنا في هذه الحصه الجديده برنامجكم تاكتيك. اكيد اللي عندي في فيسبوك ماشي في الصفحه، انا ما عنديش صفحه، غادي يكونوا شافوا ان كانت خير نرجعوا عندنا بعض الاخوان من محبين ديال الفرق ومن الناس ومن دراري شباب كله الموهبه ديالو. للاسف ما قدرناش نستضيفهم في الحلقه لانه ما كانتش مبرمجه وما كانتش امكانيه باش يكونوا معنا، فكانوا معايا فقط في اللايف، تاخرنا شويه باش نبداو معكم الاخوان ونكونوا معكم في هذه الحصه الخاصه. اكيد بان الديربي هو العنوان البارز ديال الحصه ديال اليوم، ولو انه ديربي متغرب وبارد ولا طعم له بمراكش، ما عندهاش علاقه بمراكش اكثر ما عندها علاقه بتغريبه الى مدينه مراكش، لان الديربي مكانه الحقيقي والاصلي هو الضرب. ولكن واش صدفة بأن في السنوات الأخيرة صدفت أو لا طلعت بأن أي ديربي كيستقبل فيه فريق الرجاء الرياضي يكون المكان ديالو خارج الدار البيضاء؟ واش صدفة؟ واش أقدار؟ من أبرز الأشياء اللي وقعت اليوم على أي هو العقوبة ديال المحمدي من بعد السبات ديال اللجنة. علاش تعالت اللجنة التأديبية؟ واش ما كانش تكون في اللجنة الأخلاقية؟ وعلى أي مواضيع الساعة غادي نرجعوا لها إن شاء الله في الجزء الثاني مع ملعب المقدم كله كثار 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 بالبارتاج. بعد قليل يكون معنا الحيمر وبوج مع قصاب في نفس الوقت، غناخذوا ونهضروا على الديربي ولكن من زاوية أخرى، ماشي ديربي التاريخ كنا كنلبسوا بليبا، هذا أمر آخر. علاش هاد اللعابة ما قادرينش يلعبوا مزيان في الديربي؟ علاش كيخافوا يدريبليو؟ علاش كيخافوا بلي بتي بون؟ علاش هاد الناس كتخاف تماركي؟ لان عندنا اعصاب الناس كتخاف تماركي. واش مابقاوش قادر حتى واحد على الضغط؟ واش مابقى حتى واحد قادر على انه توجه له الملاحظه؟ هذه كلها اسئله غادي نسولها معكم اليوم. ولكن قبل السؤال ديال حلقه اليوم، الفائز ديال حلقه امس غنعطيكم ان شاء الله في الاخر الحصه واللي كان الجواب هو محسن ياجور. سؤال حصه اليوم للفوز بالكتاب الخاص او كتاب الاسطوره، انا نوريكم كتاب واخا غادي نقطع داك الساشي اللي هو فيه الكتاب باش نعطيكم كتاب تشوفوه. كتاب الاسطوره الخاص بمسيره الرجاء كاس العالم بمناسبه فوز الرجاء بكاس الكاف، هاو باش الناس تعرف يعني كتاب كل يوم. سؤال حصه اليوم، حصة اليوم للفائز غنعلنوا عليه يوم الاثنين. الإشارة غادي يعيطوا لكم الإخوان وغادي يجيو عندكم في لاباج ديالكم، ولكن هذا الشرط ما عندي أنا شخصيا، هو أنه اللي بغى يربح خصو يدير معنا لو بارتاج. سؤال حصة اليوم من خلال التكتيك هو: من هو مسجل هدف الرجاء الثاني في مرمى الزلكو في لقاء الذهاب بزامبيا؟ أعيد، من هو مسجل هدف الرجاء الثاني في اللقاء أمام زلكو بزامبيا؟ جواب سهل، طريقة أسهل مشاركة في الصفحة، أعطونا الجواب كونوا كتار كتار والفوز بالكتاب، ولكن من الشروط كذلك البارتاج 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 باش توصل إلى أكبر حد من الإخوان. علي الفائز راه غادي تعلي يوم الإثنين، وفائز ديال حصة البارح في الأخر حصة غنعطيكم إن شاء الله قرعة اللي كتسحب وكتعطى وكتتخذ بكل شفافية. مواضيع حصة اليوم من برنامج تكتيك كتعرفوا ديربي المتغرب وابرز اخباره، واش غناخذوا فرجه في ديال الظروف المختلفه للفريقين، ما هو العدد الحقيقي لغيابات فريق الرجاء الرياضي، وهل يتم فعلا حقن الحافظي كيديروا الليباري باش يلعبوا؟ هذا السؤال غيجاوب عليه الدكتور او بروفيسور العرصي. ما السر وراء تراجع مستوى اللاعبين في الديربي وما هي العوامل اللي كتساهم في ذلك؟ وهل التخوف من رد فعل الجمهور هو السبب في ذلك؟ الميركاتو الفطور ديالو، واش بقات الثقه في المسؤولين؟ عقوبه المحمدي وغيره، مواضيع الساعه مع الناقد والصحفي الرياضي منعم بالمقدم. كونوا كثار كثار كثار. كنعاود نقول من هو مسجل، سمعوا مزيان، من هو مسجل هدف الرجاء الثاني في مرمى زلكو في لقاء الذهاب بزامبيا؟ كنعاود نقول من هو مسجل هدف الرجاء الثاني في مرمى زلكو في لقاء الذهاب بزامبيا؟ دونك كونوا كثار كثار كثار. هذا هو السؤال ديال حصة اليوم، وان شاء الله في الاخر ديال الحصة غنعطيكم الفائز في الخاص بالسؤال ديال حق حصة يوم امس. كونوا كثار. الرقم اللي غتواصلوا معنا فيه هو 06 61 58 82. أعيد 06 61 58 82. أعيد 06 61 58 82. الكتاب كيطيح ليا ها وحدايا هو الآن باش تعرفوا أنه كاين 20 كتاب، مشاو منهم جوج ومشاو منهم دابا ثلاثة وغيكون الرابع يوم الاثنين. بعد قليل يكون عندنا اتصال برضوان الحيمر لأن الرجاء مستقبل باخذنا صلاح الدين السعيدي
يكون عندنا اتصال كذلك، وبعد ان ناخذ المكالمات ديالكم يكون عندنا اتصال كذلك بمجموعة قصاب اللاعب السابق للوداد الرياضي، وغادي نفسروا هذا القضيه. يمكن اللاعبين اللي هما حاليا تحرجوا يكونوا معنا في هذا النقاش، لان ما بغاوش تخافوا اللاعبين الحاليين، وانا اتفهم هذه الوضعيه، لان اللاعبين الحاليين الله يكون في عوانهم تخافوا من رد فعل الجمهور، تخافوا يعاتبوا من الجمهور اذا قال شي كلمه او لا كان منهم شي رد فعل او شيء من هذا القبيل، وهذا هو اللي تيخليهم انهم ما تيدوزوش معنا في اغلب الاحوال. على اي حنا كنحاولوا ناخذوا رضوان حيمر، ونحاول ناخذ كذلك مجموعة قصاب رقم 06-628-52-82، اعيد 06-628-52-82. معنا على الخط سي رضوان حيمر، اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي والمدرب الحالي لفريق النادي الرياضي السالمي. اهلا سي رضوان. سيردوان حيمر، نورمالمون راه كيسمعني رضوان الحيمر، يمكن الصوت ما يوصلوش مزيان. رضوان غادي ناخذوه بعد قليل، رضوان الحيمر، قبل ما ناخذو كذلك مجموعه قصاب اللاعب السابق كذلك لفريق الوداد الرياضي. غناخذو رضوان حيمر ومجموعه قصاب، هنا تنتصلوا برضوان قبل ما تصلوا بسي بوجمع قصاب كذلك يكون معنا في نفس الوقت. ارائكم نتوما، واش الناس ما بقاتش قادره على الضغط؟ اعيد، واش الناس ما بقاتش قادره على الضغط؟ واش كيخافوا من الجمهور؟ واش الجمهور ولا تيخوف حتى الدرجه دي؟ كل اسئله كندور معنا على الخط مباشره السي رضوان حيمر. انا السي رضوان، الو السي رضوان، السي رضوان وي كنسمعك. رضوان معنا مباشرة على الخط السي رضوان الحيمر، أهلا بك. وحنا في هذا أسبوع ديال ديربي بارد بزاف رضوان، وهذا هو الواقع. بارد حيت خارج كازا، داكشي علاش بارد. لا ولكن الصدفة والغريب رضوان، وأن كاع الديربيات اللي ولات مؤخرا خارج كازا هي الرجاء اللي فيها الطرف المستقبل. إيوا حقيقة هذه يمكن ثالث مواجهة من بعد تقريبا الديربي ديال الرباط والديربي ديال طنجة، ثالث مواجهة يعني ولات غرب الديربي ولات غرب. نعم غربناه لان ظروف جا في واحد الظروف ديال البرمجه، ظروف اللي اكراهات ديال البرمجه، اكراهات ديال الملعب اللي كيف محمد خامس، محمد خامس اللي ما عرفش انا علاش كانوا من السد كان ما يتحلش كاع تيتفتح نهائيا، ما نديروش ديك الخدمه ديال الناقصه، نخدموا واحد النص واحد ثاني النص اخر، غير هذا الشيء غيضر الفريقين. كانوا يصبروا على كل شيء تقريبا واحد عام ولا عام ونص، تقريبا من شهر خمسه حتى شهر تسعود، ويكون تقريبا واحد شهر واحد عام وربع شهور وياخذوا ويبداو يستقبلوا في الملعب، لا سيما فريق الرجاء البيضاوي شي يلاه انت عشات الخزينه ديالو بالجماهير، يعني استقبال الجماهير كل تقريبا كل مباراه واحد 40,000 او 35,000 اللي كيخلي واحد 200 مليون راه ماشي سهله، اللي ساعدت كثير فريق الرجاء البيضاوي في الديون ديالو. نعم علينا تكملت على قضية الديون، وتحنا الديربي كما قلنا غريب الصدف بانه كيجي في الوقيته دي معي مع الرجاء، وهذا واقع دابا كاين حاليا. رضوان هذا الديربي اللي غادي يجي في ظروف فيها الرجاء الرياضي تعاني من اصابات كبيره ديال اللاعبين ديالها. نعم وغيابات اصابات كثيره، شوف هذا الشيء كان متوقع، لم يعقل ان احد الان فريق الرجاء البيضاوي يمكن هو السيتي كنظن اللي لعبوا تقريبا واحد 33 مباراه منذ بدايه الموسم، يعني مع فقر في التركيبه البشريه مع الاعتماد على نفس اللاعبين في السفريات الطويله انت لاعب على ثلاث واجهات، هذا كان منتظر، لان ضروري الاصابات منتظر جدا، لذلك ما التركيبه البشريه فهي كانت اللاعبين اللي غيعوضوا غنعتمدوا عليهم دائما ما كاينش، يعني تقريبا فاقد الشيء لا يعطيه، ما كاينش لاعبين اللي خلى الاصابات، الاصابات غتعاني. لو انا عندي واحد الملاحظه تاع لا بريباراسيون الرجاء، باش ندخلوا حتى معنا يدوز معايا خالد الميكرو الاول. خالد معنا على الخط كذلك بوجمع قصاب. انا سي بوجمع. انا خويا محمد امين. ومرحبا مرحبا بوجمع. بوجمع ديربي بارد خارج من الدار البيضاء.
و الظروف اللي حتمت هادشي هو هذا ماشي اول ديربي اللي كيغترب على الدار البيضاء. نعم كاين ديربيات اللي عشناهم لا في الرباط ولا في طنجة ولا حتى واخا ديربي ما كيبقى بحال نطاق الحيبي حتى خارج الوطن في ليبيا. ولكن النكهه ديال الديربي راه الحمد لله كتبقى ديما هي الدار البيضاء، النكهه خاصه هي الدار البيضاء وهي الجماهير ديالها ديال كتنقل كل واحد على حسب طريقه النقل ديالو وما كتكونش اصطدامات خلاف الا كان محفظ في الخارج. نتمنى انه ما تكونش شي اصطدامات في التنقلات ديال الجمهور ونتمنى انه باش يدوز ان شاء الله ان شاء الله في المستوى. بوجمعه بقى معايا كاين واحد السؤال بغيت تجاوب عليه بجوج ولكن بدا برضوان. نرجع لرضوان. رضوان واحد المقوله الشهيره تقول الاسطوره بانه الديربي تيعرفوا يلعبوا اي ولاد الدار البيضاء ولاد الرجاء ولاد الوداد، هادشي صحيح رضوان؟ صحيح صحيح. لماذا؟ لان هاد اللاعبين معتادين يلعبوا من الصغر ديالهم وما كيلعبوا الديربي. يعني هذا لاعب مينيم، لاعب كادي، لاعب جينيور، لاعب سبور، هذا معتاد على الديربي. يعني كتكون عنده واحد استعداد خاص اخص اكثر من اللاعب اللي كيكون منتدب من فريق اخر وتيجي الفريق الكبار مباشره، ما غيكونش عنده داك نفس الحماس اللي عند اللاعب اللي كيعيشوا واحد 10 سنوات وهو كيعيشوا. نعم كاين فرق كبير، كاين فرق، كاين فرق. نرجع لبوجمعه. بوجمعه كتفق مع الطرح ولا عندك وجهه نظر اخرى؟ لا انا كنتفق معاه. علاش؟ لان احنا اللي تيجي حكم التجربه ديالنا لا بالنسبه للحي اللي كنسكنوا فيه ولا شي حاجه كتكون واحد التحديدات، كتكون الناس اللي كيبغيو الفريق ديالك كيجيو كيشجعوك كيديروا هذا. في نفس الوقت الا كانت الله يحفظ شي نتيجه من غير انتصار ولا حتى المهم ما تكونش الهزيمه، فكتعرف بان الا جيتي لتما راه غتكون عندك واحد ما غاتعيش ديك الاجواء اللي كتعيشها دائما في الحي ولا في الدار ديالك. داك الشيء اللي كيكون واحد التحفيزات باش تكون تقوم في لقاء جيد وتكون عندك واحد العزيمه قويه، بخلاف اللاعبين اللي كيجيو من مدن اخرى لانه ما كيكونش عليه ذاك الضغط بحال كيما كيكون على الناس اللي هنا. هذاك الشيء علاش كيخلي ان اللاعبين ديال الدار البيضاء ولا اللاعبين اللي مكونين في الفريق بطبيعه الحال اللي كيكونوا مكونين في الفريق هذا كيلعبوا الديربي حتى على نطاق الفئات الصغرى، كتكون عندهم واحد ذاك التشبع ديال انه راه الديربي خصك ديما تكون في المستوى من الفئات العمريه. وهذا الشيء اللي كيخلي ان هذا الطرح انا معاه لان اللاعبين معاه 100%. بقى معنا دائما كبدا برضوان. رضوان واش خويا واش يمكن تسمع بوجمعه ما كنسمعوش انا؟ نعم لا راه هو توافق معك، هو اتفق معك رضوان، اتفق معك وكنت مش دابا كان كتمشي كتسمع في الثقيل. نعم كتسمع مزيان حتى الصمت وين بوجمعه باش نعرفوا باش نبقاو او بوجمعه راه كيسمعنا. رضوان غنمشي معك انا ابعد، كي دابا تيشوف بان الوداد من ناحيه التشكيله ومن ناحيه الظروف هو اقوى، شنو كتقول في هذه الحاله مقارنه مع لقاء ديال الديربي؟ هو حقيقي صحيح هادشي اللي قلتي. شفنا الان اكشيرمون فريق الوداد البيضاء فهو جاهز بدنيا وتكتيكيا وجاهز كذلك حتى من التركيبه البشريه، ما كيعاني من حتى غيابات رسميه. ولكن هادشي الديربي لا يعترف لا بالترتيب لا بالتركيبه البشريه باي شيء. كم من مره شفنا فريق كيكون بالصحف الصف الاول والاخر كيكون في وسط الترتيب وكينتصر عليه او العكس. يعني ما هذا لا يخضع لهذا الشخصيات. الديربي كيخضع لبعض الاشياء، كيخضع للفريق اللي كيكون عنده اكثر رغبه، اللاعبين اللي كيكونوا مستعدين، وببساطه ما كاينش ذاك التركيز الكبير لان بعض اللاعبين اللي كيكون واحد التركيز عنده مبالغ فيه تيبغي يدير كل شيء تيمشي لهم الماتش تيمشي لهم الماتش ما تيدير والو هو تيبغي يدير كل شيء. هو تيبقى ديربي حقيقه كيكون حماسي، كيكون فيه ضجه اعلاميه، فيه جمهور، فيه الحديث اسبوع كامل، ولكن اللاعب الذكي هو اللي كياخذ الامور ببساطه. يعني لان راه تيبقى مباراه كره القدم تتبقى ثلاث نقاط اللي كتلعب عليها، ما غير هو الضجه اللي كتكون خارج الملعب هي اللي كتاثر على بعض اللاعبين. اما اللاعبين اللي كيكون ذكي وكيكون عنده واحد الشخصيه قويه فهو كيتعامل معها بكل بروده وكيخرج مباراه كبيره. نعم غادي نرجعوا عند بوجمعه. بوجمعه واش الوداد هو اقوى؟ رضوان تيكو ديوي اقوى ولكن الديربي عنده ظروف اخرى كتحكم، ولكن اللي كتلعب مع فرقه اللي ديفونسور ديالها تقريبا كاملين ما كاينينش كلهم تقريبا تيولي عندك عاوتاني لافونتاج.
انا متفق معك على الورق ولا على حساب داكشي اللي حنا عارفين بان فريق الرجاء عنده تقريبا لا ديفونس كامله ما كاينش. ما كايناش لا ديفونس، ما كايناش، هذا واقع، وخصوصا العميد الفريق بنون. ف وكنعرفوا الهجوم ديال فريق الوداد عنده لاعبين صراع وقدروا يكونوا حاسمين في اي لحظه. فهذا الشيء ما كايناش، بانه حتى الديربي راه كيبقى عنده نكهه خاصه. اي لاعب كيتعطى هذيك الفرصه باش يلعب الديربي فكي كي 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 ولكن واش كاين شي واحد يقدر يفوت طاقته، يفوت الطاقه ديالو زعما داك الشيء عطاه الله يقدر يفوتو زعما؟ بطبيعه الحال وحنا عندنا امثله كثيره. حنا شفنا ابناء حنا ابراني كيفاش اول لقاء اجرى رجل في الديربي وكان عنده واحد المهمه ديال حراسه على الثقه على فتحي جمال ونجح في المهمه من تما باش كانت الانطلاقه ديالو. عبد ربي كذلك وانا صغير عطاتني فرصه وفي الديربي ومن تما كانت الانطلاقه. فهذه فرصه للاعبين اللي غادي ياخذوا ذاك الفرصه ديالهم في فريق الرجاء، فهذه الفرصه ديالهم باش يبينوا المؤهله ديالهم. وكنعرفوا ان الجمهور ملي كدير لقاء في المستوى في الديربي فكيكون واحد كيعطيك واحد المعنويات وكيمشي معك بعيد باش تمشي بالمسار ديالك. ولكن بالنسبه لي انا فريق الوداد كامل الصفوف ما عندي حتى مشكل. فريق الرجاء على حساب سميتو الاعطاء ديال اللاعبين ديالو ولا حتى الطرد ديال بنون ولا حتى كثره المقابلات كما قال المدرب غاريدو، فهذا عامل قدر يكون في صالح فريق الوداد الا استغلوا اللاعبين ديالو. ولكن على العموم كيبقى لقاء الديربي ما تقدرش تتكهن بالنتيجه ديالو رغم الظروف ورغم هادشي اللي قلنا كامل ورغم حتى في اللقاءات اللي سابقه كتشوف ان فريق في القمه وفريق كيصارع في اسفل الترتيب، ولكن في الديربي كتلقى المفاجاه، تلقى الفريق اللي الكل كيأول انه غادي ينهزم شي ينتصر. هذه كل العوامل كتقول بان فريق الرجاء ما يقدر يحقق نتيجه وما لا ينتصر في ظل هذه الغيابات وفي ظل هذه الظروف اللي كتعمل. طيب نرجع عند رضوان. رضوان اللعابه اغلبيه كتجي نهار الديربي وما تتعرفهمش، اغلبيه اللاعبين خصوصا في هذا الجيل ديال دابا. واش حتى واحد ما بقى قادر على ضغط الجمهور رضوان؟ حتى واحد ما بقى قادر يعني حتى اللي يدريب ما بقاوش، اللي يتير ما بقاوش، اللاعب ياخذ الانيسياتيف ويتم غادي بالكره ورد عليه ما بقاتش، واللاعب ولا عندنا احساس بان اللاعب باغي عا ما يضيعش كره وتيبقاو الفرق واقفين في نص التيران يعني ما تزيدوش بزاف. واش حتى حد ما بقاش قادر حتى لي سكور مال الكبار ما بقاوش يعني في ديربي؟ كتشوف كلاسيكو رضوان حنا كنتبعوا احسن مباريات العالم، عندهم عادي تخسر الفرقه باربعه وعادي تخسر الخمسه. واش الناس خايفه؟ واش حتى واحد ما بقى قادر؟ واش العنف ولا ترى الدرجه اللي تيخلي بان اللاعب ما بقاش قادر انه يتحمل الضغط ديال الجمهور ديالو خاصه في الدار البيضاء؟ كما سبق وذكرت انفا ان الضغط كثير والتركيز اللي كيكون مبالغ فيه فهو كيأثر على اللاعب في الملعب اثناء مجرم، فهو دائما كيكون كونسونتري كثر من اللازم. بالنسبه حقيقه صحيح ان كره القدم تطورت، ما بقاش مساحات اخويا باش تدير قدف ودير مراوغه، دائما كتلقى ذاك البلوك ديفونسيف. ولكن عندي احساس بان اللعابه كيخافوا رضوان دابا كل وقت، هو كاين الخوف من عدم من تضييع الكره وتضييع الاهداف، وكذلك لان تاد مواقع التواصل الاجتماعي اي فرصه ضيعتها في الديربي. انا كنتذكر ديال الواسطي راه واحد شهرين والواصلي تعقد بهذيك الكره اللي ضيعت، يعني ضيعت تقريبا في اكادير، تقريبا ذاك الديربي اللي كان في اكادير. يعني حقيقه اللاعب اخر غيقول غادي نضيعها، غادي كيكون قبل ما تجي الكره وتيفكر انه ما خصوش يضيعها. انا تنقول لك هذه ما تبقاش الحفيظي، ما تبقاش متولي، ما تبقاش قدام اللاعبين الجارين نذكرون اللاعبين اللي كانوا قدام، ما تبقاش يعني بعض اللاعبين الان كتلقاه مرتبك يعني تيخاف خوف الخوف من ضيع الكره. وتا الجمهور ولا واخذ المساله ديال الرجاويه بحال شي مساله ديال كيعاقبوا اللاعب مواقع ولا مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر ولا الانستغرام، هادو ملي كيكون شي لقطه تيولي خايف يتشوه بهذه اللغه. تيولي يقول لك انا اللي عطيت بيناتي، انا اللي درت بيناتي، انا اللي عطيت باس خايب باش ماركاو، انا اللاعب تيما قلتي باغي غير ما تجيش منه. هذا راه مشكل، راه حقيقه راه بصح راه كما ذكرتي راه الناس ولات خايفه، لان كما قلتي كان شحال هذه كان نقطه الفازي ما كانش تشوف هذه اللقطه ما كنتيش غتشوفها. دابا اي لقطه ديال حتى دابا تخاف ديرها بتي بون، ديرلك بتي بون دابا تشوه، ولو فيما مشيتي درنا لك بتي بون ما تقدرش تجبد البورتابل ديالك. حقيقه كاين هناك مشكل. وعاد تكتيكيا اخويا محمد امين
الكرة القدم تطورت وما بقى ما بقاش داك كيما قلتي ما بقاوش المساحات ولا ما يسمى بالكادراج. راه دابا انت كتعرف لاعب مثلا، انا لاعب كنعرف كاول نجم، والنجم راه ما نخليش ليه لاعب واحد غيراه ضروري. ولكن مؤخرا رضوان شفنا بان الراجع عنده مشكل في المساحات، عندنا مشكل تاب بدني في ليدويا، كتخسر بزاف في ليدويا هنا، عندنا مشكل كبير في هذه القضيه. شوف هو غاريدو الان حقيقه مع التركيبه البشريه برافو عليه انه ما تيرجعش للوراء، المباراه كاع اللي شتم فهو ما كيرجعش للوراء وتيغامر. بعض الايام كيلعب كيلعب خمسه المهاجمين، انا كنستغرب كيفاش كيتعامل معاهم، كيفاش كيوظفهم في الملعب، رغم ان رحيم يمكن يلعب وسط الميدان، شبرا ما كيلعبش وسط الميدان. حقيقه هناك مشاكل كثيره في هذه الاصابات. فريق الرجاء البيضاوي اذا سبقت وذكرت قلت لك احسن مباراه قام بها تقريبا مع غاريدو هي المباراه ديال الذهاب مع فيتا كلوب، لان شفنا الفريق اولا شفنا ذاك الضغط العالي، شفنا اللياقه البدنيه، شفنا الكره القصيره، شفنا التيكي تاكا، شفنا اللعب المباشر، شفنا الكونتر، يعني شفنا كل شيء في كره القدم. يعني الماتش بلان من بعد فريق الرجاء البيضاوي كما قلتي ذاك راه عده الناس ما عجبهمش الطريقه ديال اللعب، لان من غير فنيسي وبانون فما عندكش واحد المليون اللي كويريه داك اللي عندهم لا دي ان ديال الرجاء اللي غادي تتفرج. يعني نياسي لاعب يقدر يكون دفاعيا ممتاز، ولكن عند الكره وطلب كره وخروج الكره بديك السلاسه اللي كتعرف على فريق الرجاء وتتعرف على المدربين الاسبان لاطاك بلاصي، مع خص لاعبين ديالها، نعم لاعبين ديالها، خص لاعبين ديالها. اذا كنشوفوا دائما ما يعتمد على السرعه ديال الحذراف، كما كتقطع الكره كنعطيو الحذراف باش يمشي اون كونتر ويسونتري. يعني طيب رضوان انا متفق معك كما قلتي بان هذه هو الصوره كنشوفوا، يا اسيس ديال الحفيظ يا حذراف يمشي ويسونتري ويخلي واحد جاي جور او اللي كان في دابا الضغط العالي ما تيقموش من غير الضغط العالي اللي قام به في المباراه ديال فيتا كلوب. نعم كتشوف ان الفريق الرجاء البيضاوي تيبقى واش بدنيين قادرين، واش بدنيين هما قادرين يديروا الضغط العالي. رضوان اسمح لي باش نقولوا للناس سؤال حلقه اليوم، الفوز بكتاب الاسطوره، ها هو كتابه واحده وريت لكم في اول حصه، كل يوم هناك كتاب الفوز طيلة 20 يوم، في اخر حصه عطيتكم فائز لحلقه امس، شكون اللي ماركا البيت الاول البيت الثاني عفوا البيت الثاني للرجاء في مرمى زاناكو في لقاء ذهاب زامبيا، شكون اللي ماركا البيت الثاني ديال الرجاء في مرمى زاناكو في لقاء بزامبيا؟ بجمعه رضوان قال وتكلم على واحد القضيه، تكلم على الطريقه ديال الرجاء، واش المنظر تيغير يعتمد على نفس الطريقه كيلعب بها هاد الايام، تيغزوي والنجم جبور وراهم الكرتي السعيدي النقاش واللاعبين اللي كاينين، يمكن كتشوف بان يقدر يخرج على الطريقه؟ لا ما كنظنش، لانه منذ التحاق منظرتي بفريق الوداد هو كيعتمد تقريبا على نفس التشكيله على نفس المنهج ديالو، واللي شفنا انه تدريجيا بداو اللاعبين كيلعبوا، لان من اول لقاء ما كانش ذاك حتى سي منظرتي راه خلى التصريح وقال بانه باقي الان باقي ما استوعبوش الطريقه باش لعبوا اللاعبين اللي خليت على هذه المجموعه، ولكن الان في الماتش الاخر ولا في الماتش اللي قبل منه كان هناك واحد التحسن، خصوصا في الشوط الثاني ديال الفريق نادى البركانيه، شفنا ان فريق كيعتمد على الطريقه اللي معتادها البنزرتي، فكنظن انهم غادي يخرجوا على نفس الطريقه، غيمشي بنفس الطريقه وبنفس اللاعبين، لا كان اللهم شي تغيير ولا واحد ولا جوج كاع على ابعد التقدير، ولكن كنظن انه التشكيله اللي لعب بها بشحال هذه هي اللي غيبقى يلعب بها، الضغط العالي، اللاعبين على الاطراف اللي غيساندوا الهجوم، وكنشوفوا ان لا نصير ولا الماهيري اللي كيكونوا في مربع العمود، وحتى لدرجه انهم كيسجلوا سيرتو الماهيري كيسجل الاهداف، هذه هي الطريقه اللي غادي يمشي بها. اللهم الا كان شي راي اخر من هاد اللاعبين، كما قلنا لاعبين اللي قدروا مثلا كما قلتي ولا كما قال رضوان بان الخوف من الهزيمه تخلي انهم يخليهم هما يحترسوا ما يلعبوش بديك الطريقه ديالهم وما يطلعوش، هادشي يقدر يكون من الطرفين، ماشي هذه سيناريوهات. رضوان نرجعوا مع رضوان، بالنسبه للمجمع بان بنزرتي غيحافظ نفس الطريقه ويقدر اللعاب هو منه لراسه يخاف يزيد بحال اللي كيديروا مع الطريقه ديال بنزرتي، واش كتفق مع الطرح بالنسبه للسيناريو هذه المقابله رضوان بطريقه مختصره؟ تفضل سي رضوان. دابا كيتكلم على بنزرتي، واحد بنزرتي اللي مدرب ما تعرفش الخوف، مثل لوكا ديال لا تكلمنا على اللعابه، هو منه اللعاب بحال الماهيري وهذاك النصير كيزيدوا مع البنزرتي في هذا الماتش، عندهم يمكن يقدروا يقعدوا بحذراف والرحيمي ما يزيدوش. لا
لا غادي يكون دابا غادي يكون غير هو ما كيبغيش تعرف بنظرتي الناس اللاعبين اللي لعبوا عنده انه ما عندوش تحفظ. انا تكلمت تقريبا مع الهاشمي واحد التقيت مع واحد المره تكلمنا على بنظرتي قال لك حتى في كاس العالم مع الباير ما تحفظ مع الباير قال كل شيء صعد ما عندوش مشكله لا ريبيري قال لي صعد السونتري ما عندوش مشكل هو كيعطي الحريات لزاري لاطيرو بجوج ولا لاحظتي واحد الوقت راه كان هاشمي وكروشي كيماركيو بجوج واش هذا المعطى يقدر يستغلوا السرعه ديال اللعابه دراجه خاصه في الهجوم. شوف انا شنو نهضروا على الوداد الوداد تحسن في هذه المباراتين الاخيرتين رغم انه باقي ما ماشي البنزرتي اللي كان السنه الماضيه ولكن شفنا مع الحسنيه ومع هذا البركان كاين واحد التحسن. بالنسبه اللي حقيقه راه هي مباراه تكتيكيه وما تنساش ان المدربين راه غادي يدرس راه غيقرا غيجيد قراءه المنافس لانه راه الاوراق مكشوفه ديال فريق رجاء البيضاوي واوراق مكشوفه ديال بنزرتي الا كاريدو اوراق مكشوفه المدربين معا. انا اللي كيعجبني كاريدو هو شي واعد هو ما كيتشكاش الحقيقه المدرب اللي تيلعب باللي كاين ورغم ان ما كتكونش نتيجه عمره ما خرج قال لهم هنا خمسه غيابات وهنا ما كاينش هذا الشيء تيعجبك. لا انا كنتصور انا كون مدرب مغربي ما عندوش سته لعاب ولا سبعه يقول لهم ما نلعبش انا ولا ندخلش البونتوش انا يعني غادي يكون واحد الخوف وغيوصل الخوف للاعبين عكس كتشوف لاعبين بعض الاحيان بعض اللاعبين شبان كتعطيهم الثقه هذا شيء جميل يقدر هذا غياب الدفاع اللي غيكون مؤثر كما قلت الحقيقه غيكون مؤثر لان الى غاب جميع الاسماء اللي ذكرتي انا انا اللي عندي ان اللي غايب هو التوقف ديال بدر بانون ممكن مؤثر بانون الورفلي وبوطيب لا بوطيب غيدوز معنا دابا شويه رضوان البروفيسور عرسي وغيشرح هذا الشيء دابا شويه موراكم ناخذوا بروفيسور حرسي في 3 دقائق واش راح تشي كامل دابا الغيابات باش نحكم ان الشاكير موجود واش ورف اللي كاين نعرفوا اللاعبين لان الا غاب هاد الاسماء كامله راه صعيبه على فريق الرجاء البيضاوي يعني ما كاينش الورف اللي وما كاينش الشاكيري وما كاينش بوطيب وما كاينش جبيره وما كاينش بانون هذا شيء غادي يصعب المهام على فريق الرجاء البيضاوي رغم ان ان كاريدو فهو تيعطي الثقه للاعبين الشبان كيعطي اللاعبين الاحتياط نقدروا هذا الديربي خلق لنا شي نجم جديد شاب لما لا كما فعل كما كان في الديربيات السابقه اللي عرف التاريخ الفريقين. سي رضوان الحيمر شكرا وسي بوجمعة قصاب شكرا كذلك واعتذر على الازعاج شكرا. انا ورساله اخي رساله تفضل رساله للجماهير حقا اللي غيتنقل غيتنقل في طريق السيار هذا كيشجع الوداد وهذا كيشجع الرجاء كنتمناو ان شاء الله نحافظوا على الطريق ديالنا نحافظوا على المكتسبات ديالنا نحافظوا على الامن ديالنا هذه مباراه فقط في كره القدم نحافظوا على ديك الصوره الجيده الامن في المغرب ولا كره القدم باش ما يكون لا شغاب لا والو وفي الاخير راه 3 نقاط هي كره القدم مباراه من 3 نقاط فقط راه ماشي هي شي حاجه خليونا في الروحيه ديال الله يجازيكم بخير وما بغيناش نسمعوا شي ديزاكسيدون لا في الطريق لا في الملعب اللي غاوتيني غادي باش ديك وشو ديك الصوره ديال المغرب. شكرا جزيلا سي رضوان ليلى سعيد وكما قلتي في الاخر هذا المغرب ممتل هذا ماتش ديال كره القدم وياما ماتشات غيجيو موراه وياما ماتشات فاتوا قبلو وكما قلنا خليو اللعابه يبدعوا خليو اللعابه يعطيو اللي عندهم خلي اللي بغى يدرب لي وما صدقش يدرب لي يديرها اللي بغى يدير وما صدقش يدير خليو اللعابه يعبروا خليوهم راه ما تتخليوهمش. انا كنشوف عندي اصدقاء وكنشوفهم في الفيسبوك يا ريت يا اخي زعما كون تنحشم نهضر مع شي واحد اش منطقه عندك كل نهار لايف لا راه خصنا الوداد داروا لينا واحد كيقولوا لا رجاء داروا لينا اش من الوداد دارت لك واش من رجاء دارت لك هذه راه كره القدم تتسالي فير بلاي بسلامه الله يعاون الوداد عنده شغله وانت عندك شغلك. كنشكروا على الخط مباشره معنا بروفيسور العرسي رئيس اللجنه الطبيه لفريق الرجاء الرياضي اهلا بروفيسور. اهلا سي امين شكرا وكنعتذر ان تخديناك في وقت شويه متاخر نعتذر لا ما كاين حتى شي مشكل نعتذر بروفيسور بروفيسور باش ما نشدكش بزاف تاويلات على غيابات الرجاء شنو هما اللاعبين اللي هما غائبين على فريق الرجاء الرياضي حاليا اللي غادي يغيبوا على اللقاء ديال الديربي ديال الرجاء والوداد هما اللاعب مابيدي لمام مابيدي والسند اللي تصابوا خلال المقابلة ديال المولودية الوجدية ضد فريق الرجاء البيضاوي
تصابوا في العضلات ديالهم، وكذلك اللاعب عمر بوطيب اللي كان تصاب في خلال المقابلات ديال مع سريع واتزم. نعم، فالاصابات ديالهم كتستدعي شويه ديال الوقت يعني. عمر بوطيب اللي شافوه بزاف الرجاوي في الصور، واش كان اليوم غيرجع؟ شنو وقع اللي خلى، لان بزاف اللي شافوه قالوا غيشارك، فشنو هي الحاله ديال عمر بوطيب بروفيسور؟ فالحاله ديال عمر بوطيب يعني في تحسن جيد، يعني يقدر يشارك يعني في المقابله، انما داك الشيء ديك الاختيار كيرجع لطبيعه الحال الطاقم، طاقم تقني، فواخا الطاقم الطبي كيعطي يعني الضوء الاخضر يعني بان يعني تشافى بالاصابه ديالو 100%، ولكن كيبقى ديما الطاقم التقني هو اللي عنده الصلاحيه بطبيعه الحال. نعم، اللي هو اللي كي ياخذ القرار واش يلعب اللاعب او لم يلعب. اذا ثلاثه الغيابات، خرجت واحد الهضره كتقول بان الحافظي تيلعب بالحقن يعني بلي بيكور، شنو القضيه كاينه؟ لا ما كاينش هذا الشيء. هذا هو نوقف له كل شيء باش نقول لهم الحافظي هو من اللاعبين اللي ما كيبغيش الحقن نهائيا. نعم، يعني تبقي يعني كاين بطبيعه الحال يعني الدواء بالحقن يعني كيمشي العلاج يعني بطريقه سريعه، ويعني كيتعافى يعني بطريقه، والالم كيمشي دغيا والالم، ولكن هو ما كيبغيش نهائيا يعني سميتكم الحقن، كيبغي الا الادويه عن طريق طبيعي يعني عن طريق الاكل ديال الادويه عن طريق طريقه عاديه، طريقه يعني. نعم، دونك هذه المساله بروفيسور، هادو هما اللي كاينين. بروفيسور ليما، نعم ما قلنا ليما ما بيدي بوطيب و هو الغياب الاضطراري ديال البدر بانون. اللاعب اللي وقع مؤخرا، خرجوا بعض الصفحات اللي هي صفحات راجيو كتكلم على انه عنده واحد اصابه في الكاحل اللي هو فابريس نكا. يمكن ما كاينش. تفضل. نعم، لا ما كاينش هذا الشيء. هذا ما كاينش هذا الشيء. هذا هو فعلا كان مصاب يعني في الكاحل الايسر ديالو، ولكن كان دار التواء يعني اونتورس دو لا شوفي، كاع اللاعبين يعني كيديروا لي زونتورس دو لا شوفي. سي ان تروك بانال يعني، ماشي واللي تعافى منه اللاعب. كان اللي تعافى منه، تعافى منه اللاعب، وراه لعب يمكن جوج ولا ثلاثه ديال لي ماتش دوليين كونتر اللي لعبتهم الجديده في الاقصائيات ديال كاس افريقيا، ولعب عادي نورمال يعني اللاعب عادي نورمال، وخلال الفحوصات الطبيه اللي تخطى عليها يعني هنايا معنا في فريق رجاء البيضاوي، فهو ما يعني تمشي مشكله حتى شي اصابه. نعم، شكرا بروفيسور. شكرا سامي، نعتذر. شكرا، ما كاين مشكل. نعتذر. شكرا بروفيسور العرسي، كان معنا مباشره رئيس اللجنه الطبيه لفريق الرجاء الرياضي. توقعاتكم للديربي نتوما، كنعاود لكم السؤال ديال حصه اليوم، اللي بغى يربح كتاب اللي هو خاص عن رحله الرجاء في كاس العالم، كتاب الاسطوره، جوج الناس يربحوا عنا عليهم. الفائز ديال حلقه افسد علوي ثلاثه، دونك ثلاثه مشاو. ها هو الكتاب الرابع، هو قدامي حاليا باش تعرفوه. ها هو قدامي الان الكتاب الرابع، الجواب سهل والسؤال اسهل. شكون يسجل الهدف الثاني للرجاء في مرمى زانكو بزامبيا؟ شكون يسجل الهدف الثاني للرجاء في مرمى زانكو بزامبيا؟ كونوا كثار جاوبونا في لاباج، وغيتري لكم السميه ديالكم، وغادي تكونوا معنا ان شاء الله كفائزين. غير الوصيه او الطلب هو البارطاج ثم البارطاج بعد قليل. الرائع منعم من المقدم غادي يكون معنا باش نهضروا على بزاف الاشياء، من هذا الديربي، ومن هذا التغريب ديال الديربي، ومنها كذلك القرارات اللي خرجت مؤخرا، منها كذلك العقوبة اللي صدرت في حق عبد العالي المحمدي. معنا على الخط مباشرة الناقد والصحفي الرياضي بجريدة المنتخب، وكذلك موقع المنتخب، اللي كنشوفو تيدير برنامج جميل جدا، سيلفي منعم هو اللي غيعطينا السمية. اعتذر، مشات لي السيلفي سبور. امين. سيلفي سبور، قلب العدسة على حدث او ظاهرة او موضوع يكون موضوع الساعة او يشغل الناس. سيلفي، ودابا تجي يعني بحال درتي التحديث ديال الواقع الحالي، يعني مشيتي ما التحديث يعني كون كانت هذه سيلفي سبور. سيلفي سبور، اعتذر المهم. مرحبا امين، مرحبا خويا، واعتذر وكنعتذر وكناخذوك من العائله ديالك. لا ما كاين حتى شي مشكل، راه الاشراف بالعكس لي الشرف بانني ندوز معك، وانا مرارا شرف لنا ندوز مع صاحبي زميلي، وسلط الضوء على الاحداث، على الظواهر، على المباريات القمه بكامل المهنيه والتجرد. زميلي امين، هو اللي غادي نبداو به الاشاره. سمعت امين جوج ديال اللاعبين من الزمن الجميل اللي كانوا الميم كولوار جو بونس، رغم ان كان واحد ديكالاج على المستوى الحضور ديال بوج مع قصاب ومع الحيمر. يا سلام امين،
الثنائيات ديال خالد خالد موسالك. المصطلحات كيفاش كتختارها ابو نعيم؟ خلينا نحييك خلينا نحييك على المصطلح. خالد موسالك لو كنتذكروا مع 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 الفريق مع فخر الدين الثنائيه ديال عند بوجمعه مع مع الحيمر. وهذا الحيمر اليوم شي غير الحيمر. انا اقولها ان كان هناك من خبر صار وقلت مرارا وتكرارا وكان هناك تجاوب وكان بالعكس مجموعه من الناس اللي كانوا قالوا باني تحاملت ديندا مولر لاعب لا يصلح للرجاء البيضاوي. لا قامته ولا كنهضرش على القامه مترو 60 القامه ديال اللاعب اللي جاي من القسم الثاني اتحاد التمارة مع كامل الاحترام وداد التمارة الاحترام ديال الانديه اللي كاينه في القسم الثاني الرجاء اكبر بكثير. والدليل ان اللي كان معك هو رضوان الحمر ما يمكنش يكونوا لاعبين دازوا من الرجاء في لارير غوش راحت الزروالي اخره مع هادي الكروشي ونتقبلوه ونشوفوا لاعب بحال مولر. راك شتي في المباراه ديال وجدان الخطا اللي جا منه الاشاره جاك اكسيال هو اللي اكبر من العذر يعني اكبر من المصيبه. هو جاك كيلعب كيلعب فلاكس واش هذاك لا ما عندوش كاع ما عندوش المقومات ديال لاكس. يلا انا ماشي تقني ولكن انا تنقول لك هذه الرجاء والوداد راه فرق اللي ممكن لكش تلعب فيهم اي واحد زميلي امين. وكنت كنستغرب كيفاش غاريدو قبل رغم ان الرجاء كانت كدير تيست وكدوز مجموعه من اللاعبين جبيره رغم المؤاخذات ولكن دين دامولر هذا خبر صار ربما الى تم تاهيل ديال اللاعب نقا. نعم فغيكون هذا هو احسن خبر بالنسبه لي. برافو لان التاهيل لحد الساعه ما كاينش لانه غدا غدا يلا غادي يكون. شوف انا تبعت كان بوليميك واش لعب الدور 10 ما لعبش الدور 10 اتصل حسن الفيلالي توضح لي قال لي لا علاقه التاهيل بعدد المباريات ولا واش لعب الدور 10 مع جديده. والتاهيل مرتبط باللاعب النظيف وباللجنه ديال الترحيم ديال الرخص والماليه اللي غتراقب الرجاء والضمانات اللي غتقدمها. قال لي حنا كنمشيو اداريا ما عندنا حتى شي علاقه بالدور 10 الدور 11 واش لعب ولكن واش الرجاء غتستجب للشروط الماليه والضمانات اللي غتقدمها الصفقتين معا الا رخصت لي هذاك اللجنه اللي كتكون ديك اللجنه الماليه امين حنا غادي نوافقوا عليها. والا غايه ربعه العشيه قلت لك الفيلالي راه كان تيسمعنا راه غادي يكون عنده حق الرد. راه قالت لي ما اهلناش اللاعبين معا وبغي بغي يكون اجتماع عاجل بين رئيس الرجاء وهاد اللجنه باش يعطيهم الدفعات الكامله لمحاوله تاهيل هاد اللاعبين لان غاريدو في ورطه الا ما جاوش هاد اللاعبين بجوج. انا سمعت العرسي كلها تكون مناوره ولكن ما نعرف لان بالنسبه لعمر بوطيب راه شي في هذه الغيابات كلها نقدر نقول لك انا الغياب اللي مؤثر واللي غياب كبير هو ديال عمر بوطيب. لان عمر بوطيب غيخلق واحد الاعاقه كبيره غيفرض على الشاكير يمشي التغطيه ديالو خاص شكون اللي يغطي على الشاكير في لاك سونترال. الا غاب سند الورفلي وغاب الكبادر دانون فهذه معضله كارثه عظمى. غيضطر معاه يجي يدير واحد السيستيم اللي كانت لعبت به الريال كنت يتعقل رجع كاسيميرو يعني نياسي او اي لاعب من خط الارتكاز علما ان ما بيدي ما كاينش. اذا كيفاش انا غنشوف هذه العبقريه ديال غاريدو كيفاش غتفتق وشنو غادي تقدر تخرج لنا اش من خلطه على مستوى الاظهره وعلى مستوى الميليو ديال التيران والخط السنترال. كارثه كبيره عند الرجاء الا ما داركوش. ما علما ان كما شاروا ليا جوج ديال اللاعبين اللي سبقونا وحريفيه الديربي راه ديربي راه كنت فاقد عقل واحد الديربي في 2007 2008 امين كنت لعب في الرباط كنت حضرت ليه ما كانش ذاك الحضور الجماهيري وذاك الهلامان. او نذكرك معايا مولاي عبد الله الجليدي واللاعب احقي وكانت الرجاء جات واحد اللي في كتيف اللي اونديكابي اللي ما كانش مرشح على الورق وفازوا في الرباط هنا قدامي. انا كنت ديك الساعه غطيت المباراه جوج كان صغر دؤ الحاج وكان العمراني انا ذاك في الرجاء وكان هذاك زعما كنقول لك الديربي متولي وغيره من اللعيبه. هادشي ديال الورق انا ما تنامنش به خصوصا في هذه المباريات. تقدر تكون هذه الانطلاقه راه كنعقلوا على ذاك اللاعب رزقي كنطلب كانت شي قويه في الوداد عمو نعيم تتبع هي المهاجمين ديالو اقوياء وتيخلقوا الفرص ومع البنزرتي. وإذا كانت شي حاجه فيها تساؤلات في الرجاء هي الدفاع ديالها خاصه هاد اللاعبين اللي كيلعبوا ولو ان الشاكير تيخرج شويه من هذه المنطق. ولكن شاكير امام مهاجم متمرس كاجبور وكيجي من خلفه بابا توندي او الكرتي وهاد اللاعبين يعني هذه مقابله الا مشات بليطا نورمال ويلي انا وياك متبعين منعيم احنا كلنا متبعين تجيني غريب علاش الجمهور ما تيخليش اللعاب يبدعوا هاد النوع المباراه اليوم مباراه ابداع. سمعتك واحييك على الميساج يعني راه جاتي الميساج كبير خليوا الناس تلعب متحرره. راه الناس شحال هذه كانوا تيجيو تدخلوا من ديورهم ما كان لا وطين لا والو كانوا تيمشيو يلعبوا مباريات ديال الديربي وكيجيو كيحضروا ليها. وكان اللي كيهز الموتور ديالو كنقول لك الموتور كان تعمد لان ديك الساعه كان قلال اللعاب اللي تيملكوا السيارات. دابا في هادشي ديال التواصل الاجتماعي وهادشي ديال لي تويتر وهادشي ديال انستغرام راه مصيبه. راه عرفتي الضغوطات اللي ممارسه كندخل كنشوف التفاعلات ديال جماهير الوداد التفاعل ديال جماهير ديال الرجاء. خليوا الناس تلعب على الصليقه بالفطره ديالو دخل تلعب ديربي ديال اليز ولا الدرب وغادي يبدعونا ويعطيونا كرنفال حقيقي يعطيونا مباراه. خلونا من هادشي ديال الصرامه التاكسيكيه عطيونا فيستيفال عطيونا فرجه نشوفوا مباراه مفتوحه نشوفوا حتى حنا ديربي ديال 6 7 ديال الاهداف نشوفوا فاصل.
ماشي مشكل. مباراه ديال مباراه من المباريات يعني ما كنهضرش كنهضر على كلاسيكو. راه كنشوفوا الريال خسرت بخمسه، الريال كتربح بخمسه وربحت بربعه لجوج، خسرت بسته لجوج. تاريخيه الصامر هادو مباريات كبيره راه كتكون مراقبه وتتابعها. صحيح انك حساسيه كاين الفرق اللي ما كتبغيش تخسر هذه المباريات هذه، وخاصه القطبه ديال الدار البيضاء، ولكن كما شرتي لي شحال ما حررتوا اللعبه وما مارسوش عليهم الضغط. خليهم اوموا في هاد 48 قبل المباراه، خلوا اللعبه يتعاملوا مع المقابله بالفطره ديالهم وبالغريزه ديالهم ويعطيو داكشي اللي خاصهم وما تمارسوش عليهم. على الورق امين انا اؤكد عقل على هذه القضيه ديالك. كنت عطيت واحد التصريح معك قبل المباراه ديال البيطا كلوب، الا كنت تذكر معي، وكنت متفائل الى اقصى درجه. قلت بان الرجاء غادي تنتصر بحصه عريضه على بيطا كلوب ياك. نعم. والان انا اؤكد بان ما يرجع للورق امر يزيد من الضغوطات على فريق الوداد البيضاوي. نعم. لانه هو الاوفر حظا، تركيبه متجانسه افيكتيف كومبلي، ارماده كامله، الرجاء اوندي كابي غاريدو كيقول لك بان عنده ارهابات ازعاج تزعجه بشكل كبير. يعني الا مشينا على المنطق ديال العرسي والعياده ديال الرجاء فورطه حقيقيه. الرجاء في البلون اوفنسيف لا خوف عليها، الحافظي الحدراف الرحيميه جور الجبرون، يعني عناصر تقدر دير لا ديفيرونس، ولكن في الخلف وفي الوسط كاين هناك ثغره. هنا غنشوفوا هاد ليفيكتيف ديال الرجاء داك باهي، نشوفوا اللاعب النياسي، نشوفوا عناصر اللي تقدر تاخذ العالمي. انا شفت العالمي دار واحد الكومبينيزون من المستوى العالي امين في المباراه ديال وليد جوجه، واحد الهندو من المستوى العالي حيت قال لي الحافظي لقى فنان وخرج. هذه فرصه ربما يبعث لك لاعب جديد في هذه المباراه ديال الديربي. وبالتالي انا باقي كنقرر بغينا الرياضه المغربيه والكره المغربيه ظل هذا الاحتقان في هذا البوليميك، تاجل ما تاجلش، عطونا ديربي كبير تلعب في مراكش هي مدينه مغربيه. الاساس هو نشوفوا ديربي من المستوى العالي في ذاك الطبق ديال الجوج ديال النهار نهار واحد ان شاء الله الرحمن الرحيم. هل هي صدفه بانه كل مره كيكون متغرب كتكون الرجاء هي الطرف المستقبل وكتكون الطرف الفائز؟ وهذا كانت ربحات بولي عبد الله جوج ديال المرات، كانت خسرت اعتقد مره، لعبوا في اكادير تعادلوا بواحد لواحد، واخر ديربي في طنجه 3-0 بدون جمهور. نعم. يعني الاقتراب يخدموا بنظر على لغه الارقام اللي كترجح كفه الرجاء، اكثر فريق فاز 36-29 106 ديال الاهداف 94 الفوز بكاس العرش عندهم، ولكن الديربيات ربما كتجي ديك اللحظه اللي كيكون عاوتاني فارق على ما فارقه. كاين لاعب اللي غيكون تحت المجهر اللي عنده 5 الاهداف يقدر يقرب الغندي. حتى مؤخرا كنشوفوه في قمه المستوى ديالو، مصادفه غريبه امين، ثلاثه ديال المباراه الضافيلي كيبعث بحال داك القضيه اللي كان بعث فيها داك العام راموس مع ريال مدريد اللي كان تشر الدقيقه 90-91 يا جور في الدقيقه 90 كيعطيك كيدير لا ديفيرونس مع الرشيد. هو يا جور قبل اسابيع كاين اللي قال له خصو صافي شد لانتريت، كاين اللي كيقولوا صافي انا عطيتك دي ستاتستيك دقيقه 95 بيلانتي مع بركان كون شاليه سجلوا، هو عنده ذاك الفوبيا ديال البيلانتي اللي يضيع ما ماركاش، ولكن هو اللي سبب. وفي الدقيقه 90 جاب له نقطه مع وجده نقطه، يعني الدقيقه 90 يا جور عنده 5 الاهداف، هو الهداف الحالي في هذا الجيل ديال الديربي، عنده 100 هدف بالغلي مؤخرا في البطوله، عنده هاجس، عنده هدف باش انا كنظن بان قلت لك الديربي يقدر يفرز لنا شي لاعب نجم. انا اتوقع بانه غيفرز لنا لاعب نجم فهاد الديربي اللي غيقدر يتمرن على التواضع ديال الديربيات السابقه، ويعطينا لاعب اللي يقدر يخلق الفريق ويكون مميز في الديربي. الميركاتو حنا كننقزوا من الديربي. صحيح. الميركاتو البارد باستثناء الرجاء اللي نورمالمون غتتم الصفقه ديالها الثالثه غدا ان شاء الله الوردي، ويمكن بجوج من فرق الدار البيضاء يضربوا على واحد تروا بروفيت يلعبوا نفس بوست، واحد يمكن يريزيلي في الاسبان راه كتعرفوا بلا ما نديروا الاشهار، هو لاعب ميليو تينا كان في الفتح، واحد كان في الامارات، ولاعب راه حداك اللي هو فهاد كونترا باش يجدد مع الفرقه ديالو. لا غادي نسمي لك، انا ما عنديش المشكل هذا الشيء، غنعطيك كل واحد هذا باقي مضاربي هذو باغي جوج دابا. ولكن اون جينيرال واش الثقه تفقدات في الميركاتو؟ واش الثقه تفقدات في المسؤولين؟ مابقاش التعامل بحال الناس دابا كيطروج، راه كاين الرواج في تونس، كاين الرواج في الجزائر، كاين الرواج في مصر وفي المغرب. فوتور يلا سلفني سلفك او لاعبين منتهيه العقود ديالهم. شوف 75% من الارقام ديال الميركاتو في البطوله الوطنيه في اخر ست مواسم عباره عن صفقات حره، هذه رقم واحد. رقم جوج، السلعه كونسومي بضاعه، وانا تحفظ على هذا الكلمه اللي كنهضروا على السوق. اللاعبين يعني تكونسوما بواحد الشكل كبير، عطيني نعطيك دازو اللعابه، الا جيتي تحسب شي لعابه بدلوا الفرق بواحد الشكل غريب جدا. انا عطيت واحد النهار درت واحد الموضوع وتحدثت على عناصر مثلا يا جور وداد رجاء، رجاء وداد سعد فتاح، رجاء وداد رجاء جيش، بقات واحد الفرق كدور واحد الحلقه مفرغه. مؤخرا حسين عنان انا كنت كتبت واحد الموضوع ربما تفاعلات في موسمين او موسم ونصف، المغرب الفاسي الوداد، الوداد المغرب الفاسي، المغرب الفاسي جا للجيش ما عمرش في الجيش، طلع ثاني رجع البركان، من البركان مشى للحسيمه. هذا الطريقه ديال التغيير كتعطيك واحد 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 الملاحظه امين، شنو هي الاستراتيجيه وانت نشرتي ليها هذاك الهاجس ديال الثقه ما كنهضرش على المنتوج المحلي، الثقه مع اللاعبين الاجانب. تمام. الا جيتي تشوف دابا وتمشي للانديه الفيديو ديال واحد اللاعب راه كتعرفو مزيان بانسي
راه دار تار العام اللاعب البوركينابي، اللاعب البوركينابي. شوف راه كاينين مسؤولين بدليل ديال الليتيج اللي كاين الانديه المغربيه كيتعاملوا مع نادي افريقي، والانديه الافريقيه شحال هذه تبارك الله كانت كتثق في المسؤول المغربي وكتعطيه اللاعب وكتصبر عليه وكيخلصها. دابا الانديه البرا ولات كتقول لك يلا رانا كاين واحد شويه ديال النصب او شي حاجه ديال التحامل او التحايل عليها، كيجيبوا لاعب كيوعدوه وعين من انه ما كيكلفش كثير. كانت الانديه مازال ما عقدتش امين وكتعطيك اللاعب ديال 50 60 70 الف دولار وكتجي وكتانفيستي فيه. شكون اللي كتعرف جون جاك غوسو غوسو كيفاش جا وكيفاش جابوا فيلوني وشحال ولا تيسوى وكيفاش كي بوبلي انديرسون وكيفاش جبتي كوناتي اللي ديال بركان مشى للنجم الساحل عديد العراصف. ولكن الا مشيتي كتسول هاد الانديه هذه كتلقاها كتقول لك بانه بقاو اللي تيجي مع الانديه ديالنا واللي تيجي ما تيخلصوهمش المسير، هذا هو الغريب. وما كتخليش ديك الثقه وكتقول لك قولي باش نعطينا اللاعب ديالي للمغرب ولا بطوله مغربيه ولا مسير، كتصدروا لتونس ولا كتصدروا لمصر ولا كتصيفطوا للغولف ولا بطولات اوروبيه على الاقل يتفورموا ويتكون. هذا مشكل مرتبط بالثقه بالمصداقيه ديال المسؤولين. ما نعددلكش الاسماء، ولكن رجعتي غير اللي تيجي ودرتي الدعوات اللي كاينه في الفيفا على عديد التحفظات، هذه 3 بوان ناقصه لهاد الفرقه، هذه 2 بوان ناقصه، هذه اموند، هذا تعطل ما خلصش، هذا تسانكسيونا، وهذا الشيء راه واقع. هذا الشيء اخر وراك شتي كيفاش الكوكب المراكشي في الصفقه ديال احد اللاعبين ديالو اللي مشى للبرتغال، ما كانش داك لا بار داك ديال لوبسيون باش اللي كانت فرقته حتى هي دعت نهضت بركان مع اللاعب الذي جوليبا عقد كوياطي الوداد عديد الصفقات تسدد النصيري في بوبلي اندرسون واللي كان مشى لمالاغا ودازت عليه مواسم ومشى بمليار. يعني علاش هذا الشيء؟ علاش كتجيب لاعب ثمن بخس وكتستثمر فيه وكتبيعه بمقابل مالي كبير الانديه الاوروبيه والخليجيه؟ ادي انا نموذج الاهلي المصري كدير معاك كونترا كتشري لك لاعب كيتباع في نفس العام كتخلصك في البلاصه. درت مع ازارو لي ترونش دابا سولتي جديده غتقول لك ما كانوش كيفوتوا النهار لا ما كانش حداد ملي شراو ايفونا من عند الوداد. انا سولت كاع الاخوان المغاربه اللي خدموا مع الاخوان المصريين اللي كانوا عيدروا عي كانوا غير الوسطاء قالوا لي تخلصنا في البلاصه اسي امين وليد ازارو عطيتك دخلونا بلاصه ديال تريزوري وتخلصونا عطاونا لي زورد دو فيرمون كيفاش غدوز الفلوس وهادشي. هذه بحال الشيء بعينك سي امين. شوف القضيه ديال ايفونا النهار اللي اول نصيري حيرزق ما مشى السيد للصين والصين حتى خدات الوداد النسبه ديال 25% هي الاولى وبقات المستحقات ديال الاهلي مع النادي الصيني كتاخذها عبر دفعات. يعني ناس اونيت على مستوى المعاملات الماليه، هذا اللي كيخلي المصداقيه. هادشي باش كتقول لي علاش اللاعبين ما بقاوش كيجيو داك اللعابه الكبار وداك اللعابه الافارقه من المستوى العالي. وحتى انا داخليا الا مشيت عند الاخر تيقول لك اودي انا الدائره راه كاينه امينه خص اللعابه يعاودوها. راه اللعابه دابا كيكونوا كيسنوا مع فرقه وكيكون عندهم واحد اللي زارير كثار بزاف 100 مليون 150 160 ما كتسددليش. اش كيجي عنده المسؤول ديال الفريق تيقول له شوف راه عندك اوفر غتمشي على طريق الاعاره غتمشي غتستافد بواحد 300 ولا 400000 دولار. اي يا سيدي شنو كاين؟ تيقول له غتنازل لي على المستحقات اللي كتسال. داكشي اللي كان تيسالوا في عاموس داك الالقاب وداكشي اللي دار وتشامبيونز ليغ وبطوله وما الى ذلك كيتنازل. كيف قد داك الحافز تيقول لك انا لعبت فابور عاموس داك التيتا غتحسب عليا كيولي متنازل او انه لا بغى يتسنى يتسنى كيولي عنده الخيار كيتنازل وكيمشي يلعب بريطي ويجي. هضرتي قبيله على اسماء، هاد الاسماء باش ما نتحفظوش عليها كاين بضربوا الهرود بضربوا الهرود. هناك حادث في الميركاتو ديال المالاغا هو ما نجحش التجربه ديالو، يا اما يلعب فريق اخر ربما كاين امكانيه باش يرجع لاحد فرق البطوله. ولكن دارو خصك ترجع للفتح لان لوبسوني ديال الفتح خصك ترجع ليها. كاين يحيى جبران اللاعب اللي ما توفقش في التجربه ديالو في البطوله لا لا. وكان كان تيتيولير امين مع المنتخب المحلي مع حسنية تقادير واحد من افضل اللاعبين ديال الويمي لوتيرا. كاين ديالنا مهدي بالرحمه اللي كاين هنا في فريق الجيش الملكي اللي عليه صراع دابا بين عليه صراع كاين صراع وتلقى مكالمات من مسؤولين ومن رؤساء انديه وتحفظ عليها والجيش قالت له ودي بانك خصك تجدد معايا حتى لو كنتي تمشي على الاقل الجيش تستافد. راك عرفتي القصه ديال بالرحمه وكيفاش وقفات مع الاداره ديال الجيش الملكي ودوزات من ديك المعنه. هذه امور مرتبطه اخلاقيه بالضمير ديال اللاعب مع النادي. هذيك مساله شغل او انه كيشوف ابريسي موغي يولي ليبر ويمشي يترزق الله في جهه اخرى. هذه امور كترتبط بالسياسه ديال اللاعب مع الوكيل الاعمال ديالو كيفاش كيجري المستقبل ديالو كيفاش كيجري الكارير ديالو. غترجع لي الانديه قلتي لي دابا الرجاء والوداد. الوداد انا جو بونس اختيارات ديال البنزرتي الا شفنا اللائحه اللي حدد واللي صيفط بني الدر حداد الحسني الخروبي حديث على الهاشمي حديث على اوكي شوكو حديث على مجموعه من اللاعبين ما تنظنش بان الوداد الا خرجت هذه اللعابه البنزرتي غيقبل يمشي للتشامبيونز ليغ بهذا الفيكتيف غيطلب واحد اربعه ولا خمسه ديال لي زينيمو او موان. حتى الوداد ديك النهار شرنا ليها السي امير عنده خصائص على المستوى ناقص السونترال كومارا وداري اعرب مره تيلعب. يعني الا دخلتي في لو فيف ديال السوجي في الشامبيونز ليغ خصك عناصر من المستوى الكبير. الرجاء جاب جوج ديال اللعابه نانع بالتجربه ديالو البرودوي ديال الجديده ما شاء الله كيستقف في الرجاء التجارب ديال عندك ديال الرضا الرياحي
طيب الذكر، تجربه ديال الكروشي عادل، تجربه ديال الحدراف مؤخرا، كاين هناك حديث على شاكو وقادوم واش نجحوا ولا ما نجحوش، ولكن اللعبه ديال الجديده في الدار البيضاء مع الرجاء يعني كاين نفس البصمه، نفس اللون الاخضر، نفس الهويه، نفس ليدونتيتي كينجحوا. وواحد ايوب ناح باش ما يعرفوش الناس يقول لك لي ستاتستيك راه ماشي بيتور حدراف الاستام ميليو ديفونس ميليو اوفونسيف ولا اللعب بالكولوار مع طوندي مع حدراف، انا كنظن اختيار موفق. اضافه الى فابريس نكا الرجاء في لاكس في الكوتي غوش خصها لاعب، وجابت لاعب كاميروني اللي شفناه مع الدفاع الجديد كان مميز وكان موفق. نتمنوا غير توفق في الكونتكست ديال الرجاء، الدار البيضاء هذه والرجاء والضغط وما الى ذلك. الوردي يقولون بانه يشكل واحد المستقبل في الحجامه اللي ربما كيعرفوا مع المنتخبات السنيه الصغيره، كان صير عليه كان حديث امين على محمد ابرهون اللي ما نجحش. ولا درتي امين انا بغيتك تحلق بغيتك ديرها شي نهار على اللعابه ديالنا اللي تيمشيو، هذه انا تاثرت بزاف بشكل كبير. وي كاينين بزاف، كلهم مشاو كلهم مشاو ما نجحوش، كلهم العروبي تيمشي ما تنجحش، بن شرقي بالعروبي مشى لاحد ما نجحش، دابا احد في السعوديه احسن من الوليدات اللي لعبت الشامبيونز ليغ. وي وتا حمودان ما نجحش، حمودان في الرائد دابا طنجه بطل المغرب الشامبيونز ليغ، هذاك الرائد بحال اللي غتقولي واحد الفرقه مع كامل الاحترام الحسيمه واتزم ولا رشيد بن شرقي ما نجحش. عندنا حنا بن شرقي هنا كان مكلمها مع الوداد الفريق الوطني غادي الكوت ديفوار واحد الوقيته ينتهلو بن شرقي، لا سيدي بن شرقي ما عندوش بلاصتو في الهلال، اللاعب يحيى جبران المنتخب المحلي اكادير، لا بن شرقي يحيى جبران ما لعبش في جينوفا، يا ميقولو لا كنعطيك غير الخليج باش يا اوروبا وكاع لا ينجح جينوا نقولوا كالشيو اساتذه وزراء الدفاع الاساتذه العلماء ديال الكره، ولكن تنشوف انا لاعيبه صاحبي كيلعب الوداد والرجاء وكيخرج وكيمشي لتجربه احترافيه في الخارج في نادي متوسط وهاد الانديه والناس ما كترضاش بالنتوج ديالنا، كتردونا خمس شهور ست شهور وتيقول لك لا ما صدقش. انا والله العظيم بغيت نحمق، تنقولش هاد النيفو ديال هاد الناس عالي، واش عند من زوا واش كيشدوا اللعابه ديالنا كيزهاو بهم وكيدوزوا لواحد الخطه وكيصيفطوهم. هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين في الخارج من غير اللاعب اللي تيكون شي هداف خارق ولا شي لعاب تيولي عزيز عليهم، يعني بحال كان مثلا والله ما مشيتي بحال البهجه وماركيتي 36 37 بحال دابا حمد الله، حمد الله راه خير مثال، والعربي احمد الله ما يقدروش دابا احمد الله بداك الهاتريك الشهري غير احمد الله ما يماركيش جوج ثلاثه الدورات يبدا يشكو احمد الله علاش، علما ان الاحصائيات ديالو مهوله وكبيره بزاف. هذه النظره دابا ديال الخليجي خصهم داك الكابتن ماجد كيدي مدافع خصو مدافع يمشي ماركي في المرمى ولا حارس ما نعرف خصو يطلع المرمى. انا قلت لك انا هذا الموضوع هذا تير لي نقاش، علاش اللعبه المغاربه تيلعبوا السيدي في الفرق الكبار اللي تيخلعوا اللي تيلعبوا في واحد الكونتكست كبير تشامبيونز ليغ البطوله وتيمشيو تيفشل ليا مع فريق ماشي تيفشل الفريق تيفسخ الكونتراكت ويولي مصيفطو ابري 3 مو كثر مو. كان عندنا سعد الكرو تيقول لك خصو يلعب في ليكيب ناسيونال ا مشى الجديده شدو النصر لعبوا حتى ماتش قالوا له رجع وعطاو له الكونترا ديالو ريزيليو، يعني امور تتير حيرة. انا استغرب واش هذه مرتبطه بالخيارات ديال الناس ديال الخليجيين بالنظره مرتبطه الجيل الحالي ديال وليداتنا دابا الشباب ما بقاوش كيقدروا يعيشوا في الخارج، راه مفهوم الكلام اللي تنقولها. لان باش ما نخرجلكش على الموضوع امين ميركاتو بارد، الجيش الملكي ما غداش ميركاتو لان هناك توصيات من الاداره الكبيره من جينار محمد حرامو على حسب البوليميك والضجه اللي كانت ناضت، قال لهم قديو بهذا الشيء اللي كاين تنشوفوا البروجي ديال هذا العام كيفاش غيدير وكيفاش غنديروا، خرجوا الفقيه سيفطوا للرشيد كانوا سيفطوا الجراط نسيفطوا لك الشيء لبدايه الموسم الموليد وجده. كاين حديث على الحراس لان الجيش عنده مشكله كبيره وكبيره بزاف، الحارس صاب لما يمجد جوج ديال الحراس فان دو كونترا بورقادي والحظ، وبالتالي الجيش ما غادخلش الا لجت شي امر كبير من رئيس النادي اللي هو جينير محمد حرامو ويكون داك سيسيبلي. الرجاء راه عندها الخيارات ديالها لانك تلعب على واجهه، وانا قلت مرارا وقلت معك راه عندها ثلاثه ديال الواجهات باش الرجاء تحاول تانفيستي وتقلب على داك 6 مليار ديال العرب ونتمنى له التوفيق مع نجم الساحل وتمشي جوج كوبوت تدافع على الكونفدراسيون ديالها، خاصها تستثمر في راس المال البشري وخاصها خمسه ولا سته ديال الانتدابات ومن العيار الثقيله وسميات. الوداد كذلك تيحط طنجه، راك شتي كيفاش خداو حسني انا كنتنبأ له بالنجاح، لاعب موهوب فنان خدات اللاعب ديال فيتا كلوب اللي لاعب مزيان موكوكو موكوكو حديث على واحد اللاعب صربي كيتدرب معهم، هناك حديث على الامكانيه ديال العرجون، هذا العرجون هذا تا هو من المواهب الكبيره واش يقدر يمشي ولا ما يمشيش. الفرق الاخرى راك شتي التقشف الازمه الماليه المشاكل ما عندناش، دونك ما يمكنلكش توقع شي ميركاتو، وما كاينش سميات اصلا، ما كاينش سميات كثار وما كاينش سميات تاع الرواج اللي هذا. انت كتسمع دابا نانا حونكا 500 مليون هذا الرقم راه كان مهول، فكرة 500 يقدر يضاف لها 600 150 مليون اخرى الى ربح الدراسه. نعم اكزاكتوم مرتبطه بالاهداف مرتبطه بالمتحولات والمتغيرات. اذا انا امين راك عارف الميركاتو في البطوله المغربيه، شوف حنا تعودنا الميركاتو في الرواج، شتي الميركاتو ايفيرنال في الاوروب باش كتسمع ريال مدريد جابت خمسه سته لعابه لا ما كاينش ولا برد جوج درو توشات واحد جوج هادشي اللي كاين، لان داكشي تيكون في الصيف حنا كنديرو خمسه سته كنصيفطهم في الصيف وسته سبعه كنصيفطهم في الشتاء وكاينو في الرواج، ختي ما خصوش يبقى سيرتو الفرق اللي كتلعب على الوجه الافريقي هي اللي عندها الحق تضيف جوج ثلاثه ديال لي زيني محترف اربعه في الاحد الافريقي ديالها ويكونوا مهندسين له. سيموني باش نحرق عقوبة المحمدي تخرج الى الوجود بعد ايام من مباراته مع الوداد وبعد بوليميك او بعد قيل وقال كثير كتخرج للوجود، صيغة العقوبة كتجي من اللجنة التأديبية، فإذا كانت اللجنة التأديبية لماذا تأخرت
الا ما كانش نورمالمون تقاليدا ما غيمشي لجنه الاخلاقيات. هذا هو اللي كان مثلا تعاملت بها العقوبات اخرى. فلماذا تاخرت التاديبيه وما خرجتوش مع العقوبات اللي خرجت قبل على اللاعبين والغرامات اللي خرجت على الفرق؟ انا راي في الفور ديال التحرير ديال الخبر في الموقع ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم كان عندي اتصال مع مسؤول في الجامعه وقلت له ودي فسر لي هذه الواقعه هذه الله يستر عليك، لاني كتبت واحد الموضوع امين، كتبت واحد الموضوع كتبت هل محمدي فوق القانون، وتحملت المسؤوليه ديالي وقلت لا يعقل لان في الضجيج اللي نايض في الضجه اللي تارت في التوقيف ديال بانو اللي توقيف قاسي وقاسي بزاف سته ديال المباريات، وكنستحضروا الحاله ديال بيبي اللي كنعطط على اللاعب ديال خطافي وخدع 10 وعديد الحالات اللي كاينه اللي بغينا ناخذ الناس ديال برا ريفيرونس. سيدي حنا ما كناش حدا بانو، قال لك بانو نسب الحكم امننا الطرح ديال سته ديال المباراه رغم انه شويه حكم قاسي. علاش قاسي؟ انا نقول لك علاش امين، راه بانو اصبح مهدد بشكل كبير. بانو دابا في حاله سورسي الثانيه الطرد ديالو في المباراه القادمه راه غيعرضوا للعقوبه ديال التوقيف ثلاثه اشهر. ما يعني توقف الموسم، يعني اللاعب غيولي يلعب بيرتوربي مرتبك مهدد تحت الطائل ديال الضغط النفسي. اذا انا ما غندافعش على بانون، المسؤولين ديال الرجاء من حقهم يدافعوا ويديروا الاستئناف ديالهم على اللاعب ديالهم بانون. كنجيو للحاله في نفس المباراه شهدت حركات شفناها شفتها شخصيا وطلعت عليها من بعد النهايه ديال المباراه ب 10 ديال الدقائق. مواقع التواصل الاجتماعي ما شاء الله ما بقات كتخلي تصاغيره وكبيره، الكاميرا ديال الهوات من مختلف الزوايا. محمد اللي هو حارس دولي كان حارس ثالث في المنتخب الاول، حارس ديال المنتخب المحلي في قمه الهيجان ديال الجمهور ديال الرجاء اللي كانت تحصل على التعادل بواحد الطريقه شويه دراماتيكيه، كتجي المحمدي في الكورفا سود يعني في ديك الجهه الجنوبيه اللي فيها المدرجات مشتعله ديال جمال الرجاء، وانت حارس مؤمل فيك انك تنتمي لرئيس الفريق رئيس الجامعه وتعطي نموذج وقدوه، تقوم بحركات بهلوانيه استفزازيه وندد بها شخصيا، واقول بان حركات مجانيه تجانب الصواب. ما كنت اتوقعه هو ان لجنه التاديب غتجتمع نهار الثلاث، عودتنا نهار الثلاث، نهار الثلاث سيدي راس العام الناس سهرانه ما كاين مشكل، جمعوا نهار الاربعاء. الاربعاء فاش خرج الكومينيكي؟ خرج افون ميديا امين. هذاك الكومينيكي اللي خرج يوقف بانون و55000 درهم للراجا و55000 درهم للجيش وهذه في ميوجين وهذا 20000 وهذا 40000، كنا كنتسناو بانه يقولوا رسال محمدي اليوم اخويا راك في الفيستير ديال الابجيكو ما تلعبش مع الوداد. علاش؟ لان حاله استعجاليه تقتضي العمل باثر فوري منذ تطبيق العقوبات. مادام هذه اللجنه اجتمعت سيدي ما عندكمش التقرير ديال الحكم، ما كاينش التقرير ديال الحكم، كاين الفيديو. الفيديو اليوم اصبح اداه لاصدار الحكومه والدليل ان اليوم اللي صدر الحكم لجنه التعليم استنادا على الفيديو امين، لان ما عندهاش رابور ديال الحكم على واحد البند قال لك 19 واحد اقل على الميزان. هذا البند 19 واحد راه كاينه في البلاغ، كاينه في البلاغ. اذا هذا البند هذا سنتو على ما شفتوش التقرير، دونك البارح ما كانش التقرير. واش اليوم عاد شفتوا الفيديو؟ انا استبعد فكره انكم عاد شفتوا الفيديو اليوم، وهذا عذر اقبح من الزله ويزيد من تهيج الجمهور ويزيد من اثاره الشبهات والقيل والقال حول المقاربه والكيل بمكيالين المعتمد في مجموعه من الاحكام ومجموعه من القرارات والتي لا تزيد الوضع الا سوءا. اقول بان هذه الفئه المحيطه برئيس الجامعه، هاد الاشخاص المشتغلون داخل اللجان اشخاص اما قاصرون او انهم يعبثون بالقوانين ويتمردون على الاخلاق، واقولها واتحمل كامل المسؤوليه. علاش؟ لان سيدي من غلطتي وسيدي ما تدوزوش في اللجنه التاديبيه، خليتها اللجنه الاخلاقيه نهار اثنين وحكم عليه، ونامن ونقولوا سيدي راه حنا ما كنفهموش، وهذه الحاله هذه ما فيهاش التقرير ديال الحكم، راه بحال البويضي حتى هو عطيوه 3 مليون ولا مليون ونص ووقفوه ولا ديروا له توبيخ، على الاقل دوزوا لجنه الاخلاقيه. ولكن باش دير لي البارح اللجنه التاديبيه واليوم تقولوا عاد اللجنه التاديبيه اجتمعت، هذه امور اصاحبي راه امور تسيء الى المنظومه، تسيء الى الجهاز، وتسيء الى هاد الاشخاص في زمن الاحتراف. حنا كنهضروا على الاحتراف وكنجيو كنديروا شي ممارسات هويه تزيد اثاره الشكوك. هذا التوقيف كان يصدر البارح ولا انا كنقول لك حالات، عطيتك واحد الحاله وكنت هضرت معك، الحاله ديال تشيرشيف اللي كان توقف مباراه ساراكوس وجاو لعب وخسرت ريال مدريد، في المباراه التاليه تم الاصدار بحقه بحق راموس باثر مستعجل، لان الكوبا ديال ري كاس الملك كتلعب مثلا في وسط الاسبوع، كتكون عندنا المباراه ديال البطوله في الليغي يوم الاحد، ما كيتسناوش، عندك مباراه ثانيه ولو اللجنه التاديبيه تجمع نهار الثلاثاء ولا الاربعاء، هذه ماشي جلسه برلمانيه ولا دوره خريفيه، هذه راه جلسه تقدر ديرها بصيغه استعجاليه خويا غنجمعوا. علاش؟ راه كاين ماتش ديال الوداد وبركان نهار الاربعاء باش ما يلعبش المحمدي، باش نتسناو حتى الاربعاء ويلعب. دابا شكون اللي تيبان لك ضحيه؟ ماشي الرجاء، تيبان لك الوياو الوداد. لان المحمدي بياس ميطريس في لاف بركان وما كانش خصو يلعب في هذيك المباراه ويلعب الحارس الاحتياطي. هذا اللي سالت انا الفيديو، قلت الناس قلت لي ودي لا راه كيفاش كيتخاد الفيديو؟ يعني ما عنديش السيناريو ديال ان غتجي العقوبه من الجهه التاديبيه، فاذا العقوبه كتجي من الجهه التاديبيه. تمام. شنو الفرق بين العقوبات اللي خرجت قبل واللي خرجت من بعد بظهار؟ شنو هو الفرق؟ عاد توصلوا اليوم بالفيديو، عاد توصلوا اليوم بالفيديو، عاد شافوا الفيديو. هذه اشياء لا تنطلي ولا يصدقها العقل ولا يقبل بها المتفرج العادي، فما بالك بالمتفرج الذكي والفطن. اقول امين بان على هذه اللجان من الان فصاعدا تحلى بنوع من النزاهه الفكريه والنزاهه الادبيه وتحلى بمصداقيه وطبق القانون سيف فوق الجميع. راه هاد الناس اللي سحبهم بانهم تيخدموا الاجنده ديال بركان ولا القشعر كيضروه، انا تنقولها راه هو بريء منهم ولا لا صله له بهذه القرارات ولا الناس
دابا عطيت كان كنقول لك بركان كان استطرا في ثلاثه ديال الحالات التحكيميه في ظرف ثلاثه المباريات المتتاليه مع اسفي الكره ديال مجيد ما دخلتش فوق الخط تحسبت هدف الحكم زورق مشى العربي توش بيلانتي ديال كوفي بوا في المباراه ديال اسفي ضد بركان ما تحسبش اورجو ايماجينير تصفر ضد اسفي مع بركان جينا في المباراه ديال الرجاء مع بركان كان بيلانتي ديال حضرات ما تصفرش والبيلانتي ديال الرجاء اللي قال لك ماشي بيلانتي تصفر علما ان الكره لمست اليد الظهر ديال المدافع ديال بركان مع الوداد هدف ديال الجبور ما تحسبش ضد بركان انا كتبان لك بركان طرف علما ان بركان انا يستحي سمعت الصريح ديال المدران يستحي لان بركان تكون في وجه التحكيم ولا كتصدر تعليمات لا الناس وماشي من القجع اللي غيدير هاد ولا يهضر ماشي واحد الناس الحكام وديروا عقلكم اصاحبي ديروا عقلكم وحكموا بنزاهه وحاولوا تقولوا بان ملي كندخلوا المباراه راه نساو واش فرقه ديال رئيس الجامعه ولا ماشي ديال رئيس الجامعه ولا ديال رئيس عصبه هذاك راه كتسيئوا كتزيدوا تيروا الضغوط وكديروا الشبهات الناس تحلى بالمصداقيه وتحلى بالشفافيه غادي نوصلوا والله لدروات غنوصلوا للخط المستقيم وغنسمعوا اكثر من هاد الهراج غنسمعوا اكثر من هاد الهراج وما ضروج مره اخرى سولتيني على لجنه الاخلاقيه ولجنه التكليف اقول بانه اصلحوا خطا بخطا تاخروا على مستوى اصدار القرار والجهاز الذي كان سيتولى القرار هي لجنه الاخلاقيات على الاقل لا احد كان سيعاتبها وسنؤمن بان لجنه الاخلاقيات اجتمعت اليوم اما انت الجامعه اللجنه التاديبيه يوم الاربعاء لتفصل في معاقبه بدر بانون وتدعي انها لم تتوصل بشريط الفيديو وتنتظر تقرير الحكم وتاتي يوم الخامس او يوم الجمعه لتعاقب لاعب كثر الحديث في مواقع التواصل في القنوات في الاذاعات في المحطات طالبه بمعاقبته فهناك تسمى بانك ترطب الخاطر وتدير تليين لجوتبر الخواطر وتصلح خطا بخطا وتفقد الجهاز واللجنه مصداقيتها بالكامل بركان المحمدي الانديه كلها سواسيه امام القانون ويجب تطبيق القانون والحكام يجب ان يتحلوا بالنزاهه لان الان الوضع صعب صعب جدا غادي نوصلوا للخط المستقيم هناك تنافس شريف يجب ان تتكافأ الفرص بين الجميع سي مولاي المقدم شكرا نتنطلقوك اخويا لعائلتك وانا اعتذر على الازعاج شكرا سي مولاي انا ما عمرك تقول معايا القضيه لانني الشرف انني نكون معك واتمنى لك التوفيق في البرنامج الشيق وتحية للجمهور الكريم. سعيدة سي منعم بالقدمة اللي درنا إحاطة بالمواضيع كنتظر مكالماتكم كنعاود فيها السؤال اللي غادي يفتحوا الخطوط سؤال ديالكم باش تربحوا معنا الكتاب ديال الأسطورة الخاص برسالة أولى بمسيرة رجاء في كأس العالم السؤال هو من هو مسجل هدف رجاء الثاني مرمى زاناكو في لقاء ذهاب بزامبيا أعيد من هو مسجل هدف رجاء الثاني بلقاء زاناكو بزامبيا من هو مسجل هدف رجاء الثاني جاوبونا كتار اعطونا السميه وغتربحوا معنا الكتاب اللي هو كاين وبقاو معنا في الاخر حيت عطيكم شكون يربح في حلقه يوم امس ناخذ مكالمه الو السلام عليكم الو السلام عليكم مرحبا الاسم والمدينه من مدينه الناظور تفضل كبير بخير الله يطول عمرك تفضل مباشره تفضل قول لك شكون غادي يلعب في الماتش ديال الوداد في سير ضوان جيد هو الحكم سير رضوان جيد نعم شكون اللي جا اللاعب جديد عند الوداد انت حد ما كاين دابا جديد ما كاين حتى واحد نعم تحت هذاك نعم وفقط واش غادي يلعب بدون جمهور ولا لا بالجمهور وغنشوف واش غيمشي الجمهور ولا نهار الحد مع الجوج ان شاء الله شكرا ليلى سعيده ناخذ مكالمه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا الاسم والمدينه عبد الرحيم ولادي مثل اخويا تفضل سي عبد الرحيم اول حاجه كنشكروا السي مولاي عبد المقدم تبارك الله عليك ولي برافو عليكم هذا المنبر ديالك نعم شكرا صراحه صحفي موسى والله العظيم نعم ونعيم والانسان التوثيق والارشيف والتحديث واللغه واختيار المصطلحات وبزاف الامور صراحه صحفي موسى هذا هو الصحفي اللي كنبغي نسمو صراحه والله العظيم انت راك موسى الله يكبر بك اخويا شكرا شكرا انا من المعجبين ديالك صراحه الله يكبر بك شكرا ملي كنت في الراديو كنتبعك من شحال تبارك الله عليك اول حاجه بغيت نهضر على الديربي نتمنى ان شاء الله يكون شي ديربي مزيان ان شاء الله راه ان شاء الله الارضيه ديال الملعب راه في المستوى الشركه اللي كتلعب المنتخب هذيك الصغار الارضيه زوينه صراحه انا غنبغي نوصل وغوش يعطونا شي طابق يكون مزيان الرجاء راه عنده غيابات كلشي تعرف هادشي كنتمنى الغنفر فيه يزعم ويدير حد الضغط يكون عالي نعم ان شاء الله فريق الوداد يحقق شي طلب شكرا شكرا اخويا مرحبا ليلى سعيده شكرا شكرا ناخذ مكالمه اخرى الو السلام عليكم مرحبا دير الكيت ياك تيدير الكيت حيدو اخويا عافاك لا دابا انت واش دير الكيت لا دابا تفضل السلام عليكم تفضل خويا
غير بغيت نقول على قبل ما تجي الهدف الثاني ديال الفريق رجاء البيضاوي هو نقول في ميديا لا 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 هذيك في لي كومونتير لا 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 في لي كومونتير في لي كومونتير في لي كومونتير عطينا في الكومونتير ونتمنوا تكون انت الا بكتيش اليوم تكون نهار اثنين تكون هذا راه باقا المسابقه ان شاء الله باقا مستمره ان شاء الله ان شاء الله نعم. وبالنسبه على قبل النقطه ديال مناح وديال فابري نعم واش لعبوا الدوره 10 مع جديده ولا لا لحد الساعه مساله الدوره غير ما داخلاش في الاعتبارات هادشي سمعتوا منعم دابا اللي قالها دابا حاليا قبل قليل راه قال هذه المساله هادي وبالنسبه للاعب النادي زعما القضيه ديال اللاعب النادي واش انا زعما راه خصها تعطي ضمانات من يوم النغمه الجمعه راه دابا لا غدا ان شاء الله يكون اجتماع في هذه القضيه هادي غدا ان شاء الله يكون اجتماع غدا يكون اجتماع ان شاء الله شكرا ليله سعيده تبارك الله عليك باش ناخذ اكبر عدد من المكالمات الو السلام عليكم وعليكم السلام سي امين مرحبا الخويا اسمه المدينه عبد الناصر من كازا تفضل سي عبد الناصر سي امين بغيت نهضر على بعض المحللين لان بعض الخطرات المحللين ماشي بس القبعه ديال المحب انا يعني المحب زعما واش منعم زعما محب ديال شي فريق لا انا سي امين ما بغيتش نعطي الاسم لا لا منعم عندك منعم مثلا تيبغي فريق يجيش ملكي باش الشرف لا انا حيت المحلل اللي زعما اللي تحترمني هنا ديال التحليل يعني ما تيلبسش القبعه تيخلي جانبا لحب الفريق دابا عطيني مباشره شكون المحلل اللي كيبان لك انه وتشوف شي واحد هضر عليا حتى انا مرحبا والله والله ما عندي مشكل سي امين ماشي انا ماشي والله ما عندي مشكل بالله سي عبد الناصر ما عندي حتى مشكل تفضل خويا سي امين والله العظيم انا فتحت الموضوع يعني يعني كاين حالات عده كنشوفها انا يعني كنشوف مثلا نقارن ديفيرونس ما بين المحللين العالميين برا وكنقارن تلقى بعض المحللين تتشوف يعني حتى المستمع ولا المشاهد ولا ما تيحس بان تيميل واحد الفرقه ما تيحلش بواحد الواقعيه وبلا هذا مثلا تعطيك بعض سمعت انا مثلا اليوم بان الرجاء حقا روخا اللاعبين ما كاينينش تقدر تربح يعني تتحس بان لا يكون تحليل منطقي وعقلاني وتحترم المشاهد ولا الشيء اللي كاين سي امين لاحظت بزاف يعني بليزيور فوا ماشي مثلا بغيت نعطي الاسماء هذه ملاحظه مرحبا بك اخويا وخا تعطي الاسماء ما عندنا مشكل نقاشك انت بأداب وطريقة عادية ولك الحق بانك تقول اي ملاحظة كتبان لك شكرا لك يا سعيد السي عبد الناصر ناخذ مكالمة اخرى الو السلام عليكم السلام عليكم خويا مرحبا اسم المدينة يوسف من مدينة الدار البيضاء مرحبا سي يوسف كي داير اخويا محمد امين لاباس عليك الله يبارك فيك لا يخطئك المهم بالنسبة كنهضر بالنسبة للديربي بالنسبة للانتدابات اللي دارت الرجاء البيضاوي في هذه الايام هذه بالنسبة للانتدابات اخويا كنتمنى ان الله يكون انتدابات مزيانين ولو بالشوفة يعني ما نحكموش عليهم حتى نشوفهم في التيران بالنسبة للديربي كنتمنى من الجمهور ديال الرجاء البيضاوي يجي للتيران بقوة بحكم ولو المشاكل وداك الشيء اللي وقع ولكن خصنا حيت هادي المخلين حنا اللي غادي ما نستافدوش بالنسبة للديربي كنتمنى يكون ماتش زويون وتكون روح رياضية واللي فائز يعني نصفقوا ليه حنا معروفين بالجمهور ديال الرجاء يعني كان شكرا شكرا خاصين. شكرا تبارك الله عليك اخويا شكرا ليلة سعيدة تبارك الله عليك ناخذ عطيني الميكرو الثاني خالد الو السلام عليكم السلام اهلا بك أمين. مرحبا دخل اخويا اسمه المدينة بسرعة تفضل معك اخويا عبدو مدينة الدار البيضاء تفضل سي عبدو اهلا بك امين واهلا بالطاقم التقني ديال اوريزون بريفيو ديال برنامج تاكتيك على الخطوة مرحبا شكرا اخويا بالنسبة للحدث ديال هذا الاسبوع مباراة ديال الديربي مباراة اللي غتكون قوية وكنتمنى ان شاء الله من اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي باش يكونوا في المستوى ان شاء الله رغم الغيابات اللي كاينه اخويا امين وانا بعض الجماهير الرجاويه كتقول انه الغيابات غتاثر ولكن كنقول ان شاء الله اللاعبين ديال الرجاء غيكونوا في النهار ديالهم رغم الغيابات اللي مؤثره صراحه خصوصا في الدفاع لانه غنشوفوا ما كاينش بانون سند ورفلي غيابات مؤثره نتمنى شاكر ان شاء الله اللي غيكون مع الياس الحداد يكون واحد الثنائيه جيده ان شاء الله وجاز زنيتي التوجيهات ديالو وانا عندي كل يقين ان شاء الله ان فريق الرجاء البيضاوي غينتصر في هذه المقابله ان شاء الله لانه الرجاء دائما في الديربيات كما اكد الصحفي الزميل المقدم اللي كداز معك الديربيات ديال الاعتراف كاملين فريق الرجاء البيضاوي تفر فيهم الانتصار ونتمنى تشد الروح الرياضيه وعندي واحد الرساله للجماهيرين بسرعه بسرعه سي عبدو ديال الرجاء اخويا امين باش تكون واحد الروح الرياضيه واحد فير بلاي خصوصا في طريق الطيار ومشيو خوت ونجيو خوت ان شاء الله لان هذه كتبقى مقابله في كره القدم لا اقل ولا اكثر وشكرا لك اخي شكرا أمين. لك ليله سعيده تبارك الله عليك بالنسبه لسؤال حلقه يوم امس كان هو من هو مسجل هدف رجاء اول في مرمى نواد ديبو الموريتاني في لقاء العوده بموريتانيا اعيد من هو مسجل هدف رجاء اول كان البارح
الجواب كان هو محسن ياجور، والفائز سي عثمان بير. اعيد، الفائز هو سي عثمان بير، واللي غيتصلوا بالاخوان ديالنا ويعطوه الطريقه كيفاش غيتسلم بها الكتاب ديالو. هنيئا لسي عثمان. نهار الاثنين ان شاء الله غيتعطاكم الفائز حصه اليوم. كنعاود السؤال لاخر مره في حلقه اليوم، من هو مسجل هدف الرجاء الثاني في مرمى زانكو في لقاء دابي زامبي؟ اعيد، من هو مسجل هدف لقاء الرجاء الثاني، الهدف الثاني اللي كان بزامبيا امام زانكو، من هو مسجل الهدف بزامبيا؟ الفائز غنعلنوا عليه يوم الاثنين. كنشكركم كثير كثير كثير، كنشكر اخوان اللي دازوا معنا في المباشر، سي رضوان الحيمر، سي بوجمع قصاب، بروفيسور عرسي، سي ملعب المقدم، كنشكركم كذلك. وليله سعيده ونهايه اسبوع موفقه، وان شاء الله ديربي يكون في المستوى. خالد فرحان اللي كان معنا وراء الكاميرا مع السي محمد الواحي، الى اللقاء. MDGS معا بروح رياضيه.